بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. ظهور برنامج الأشبال على شاشة قناة النادي الأهلي واختيار الاسم كان أحد أفكار الراحل المحترم دكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي، واللي ودعناه يوم 19 فبراير. دكتور خالد توحيد كان من الناس اللي دايما بيساندونا وبيدعمونا في برنامج الأشبال، وبوجهونا أن احنا نقدم إعلام حقيقي فعلا محترم بعيد عن السباب والشتائم والخروج عن النص. دكتور خالد توحيد كان من الناس المصرة دايما على نقل مباريات الناشئين على شاشة قناة النادي الأهلي، وهذه التجربة الحمد لله اللي نالت إعجاب جمهورنا العظيم. مش ممكن أبدا ننسى أصحاب الفضل. خالد توحيد كان بالنسبة لنا جميعا أخ وصاحب وصديق وأستاذ، كان بيحب مهنته متمسك بمبادئ الإعلام الصحيح. تحية إعزاز وتقدير واحترام لهذا الشخص اللي أنا شخصيا اتعلمت منه كتير، وتحية لكل واحد بحب بلده ومهنته ودايما رافع راسه. وداعا الإعلام الكبير خالد توحيد. وثلاثون عاما هي عمر الرسالة التي ظل خالد توحيد يكتبها ليرسم وليشكل الوجدان السليم للقارئ والمشاهد من خلال رسالة إعلامية دقيقة إلى الجماهير والمحبين والعاشقين للرياضة. 35 عاما ظل يسبح ضد التيار في طريق صعب لا يكتب لسالكيه غالبا فيه النجاح في هذه الدنيا، لكنه اختار هذا الطريق الصعب ليعطي للجميع درسا مفاده أنه يمكنك أن تتمسك بمبادئك وأسلوبك ولا تبع قلمك أبدا. توحيد الذي انضم إلى لجنة لضبط الأداء الإعلامي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام بجانب قامات في الإعلام، لكنه قرر الاستقالة على الفور بعد توليه رئاسة قناة الأهلي للمرة الثانية لتعارض المصالح. توحيد صاحب القلم الجميل لم يمتهن غير الصحافة والإعلام، حافظ على أمانة الكلمة طوال حياته، لم ينطق سوى بكلمة الحق. بدأ توحيد رحلته الإعلامية بعد تخرجه من كلية الإعلام جامعة القاهرة قبل 35 عاما كمحرر رياضي في مجلة روز اليوسف، قبل أن ينتقل للعمل في مجلة الأهرام الرياضي بعد أن ساهم في تأسيسها. تقلد خلال تلك الرحلة الطويلة العديد من المناصب داخل مؤسسة الأهرام حتى وصل إلى رئاسة تحرير المجلة عام 2014 لمدة 3 سنوات، أضاف إليها بريقا ونجاحا تحدث عنه كل زملائه ومحبيه وقراء المجلة. لخالد توحيد تجربتان هما الأبرز بالإضافة إلى تجارب أخرى متفرقة، هما استاد النيل في قناة النيل للرياضة ورئاسة قناة الأهلي وإدارة الاستوديو التحليلي بها في المرة الأولى عام 2009، حيث كان الاستوديو التحليلي في قناة الأهلي يقدم وجبة كروية متميزة. قال خالد توحيد قبل وفاته: حظي أن الله زرع لي الحب في قلوب الناس، وأن يقدر الجميع المهنية والصدق والاحترام الذي تعاملت بهم مع مهنتي، لذلك أحاول أن أصمد طوال الوقت لإعلاء القيم العليا
حتى وإن كان الالتزام بها يضيف مشقة وتعبا، ولكن ليس لدينا أي خيار آخر. هذه الكلمات كانت آخر كلمات الراحل عن دنيانا خالي التوحيد، الذي أبكى الملايين من القراء والمتابعين الذين تحسروا على خسارته في الدنيا، لكنهم تأكدوا من الإشارة التي أرسلها الله للجميع بعدما ختم حياته ساجدا لله داخل مسجد النادي الأهلي. كان خالي التوحيد طوال الوقت فخور بتجربة برنامج الأشبال، يؤكد دوما أن إلقاء الضوء على الصغار مع ترسيخ مبادئ الأهلي هي من أولويات هذا البرنامج. رحل خالي التوحيد، لكنه ترك وراءه الكثير من الدروس والقيم والأخلاقيات الرفيعة، فاستحق نهاية تحدثت عنها مصر بأكملها. خالي التوحيد. آخر كلمات الدكتور خالي التوحيد: حب الناس نعمة كبيرة وثروة عظيمة. آخر كلمات الدكتور خالي التوحيد: حب الناس نعمة كبيرة وثروة عظيمة. رحم الله الدكتور والإعلامي خالد توحيد. هنروح دلوقتي لأول فقرات